فيلم بنت الكلاب الذي يستحضر خلال 60 دقيقة دور المرأة السورية ولا سيما في السويداء في كل حركات النضال الوطني التي شهدتها سوريا ضد الاحتلالين العثماني والفرنسي. خلونا نشوف مشاهد من الفيلم. حياة عمرك مجروحة المرة، بس الأكل ما بتموت، بس الفرع بيجيب بتموت. أخذكم محمد بدك تكرمكم بنفسك. ولك لا عشت ولا عاش اللي بدي مش شعره بشعر. عم يورد عليك الإرادة. شد وضعك. شو بعطي بقى الله مقصر شباب. لا تصح ريس. يلا بعيدا. استهدي بي الله أمي. استهدي بي الله بعده صغير. ديروا بالكم يا أمي ولا تخلوها تبكي بغيابي. والمعنى شو قصدك؟ شو فاروق ما في ظهر الفاج وشعر يعدي المعارك ما قسينا ولا جبنا مع العمر تاريخنا عز وشهام الروح ما بخلنا عليه نفديه لو صح الفدا مصادنا يا بيك احلى من كل مدارس شو يعني؟ انا ما فهمت هذه الحاجة محمد يا ابو حمد يحرق على ذاتك يا مصر اوكي على مصر ستك خلصت كل الحق. لنتعرف أكثر على تفاصيل الفيلم معنا عبر الهاتف من السويداء مخرج الفيلم الأستاذ وليد عاقل. صباح الخير أستاذ وليد. صباح الخير. سعد صباحك. صباح كل فيلم تسلمي لي يا رب كلكم صباح الخير إليك ولا شامنا الجميل ولا جيشنا البطل اللي عم بيسطر اليوم أروع الملاحم في مختلف بقاع سوريا. يسعد صباحكم يا رب. أهلا وسهلا. يسعد صباحك أستاذ وليد. خلينا بالبداية نحكي عن الفيلم ونعرف المشاهدين عنه، نحكي عنه لمحة بسيطة. الفيلم بنت القليب، أولا القليب هو جبل شامخ في جبل العرب في منطقة جبل أو منطقة سويدا. دروته هي مطلة على مختلف قرى سويداء في زمن ثورات. كان الاحتلال العثماني والاحتلال الفرنسي كان يكفي لأي منطقة يقع عليها أو غزو أو كذا أن تشعل نار في ذروة تل القليب لتتفزع الفرسان وتمتطي صهوات جيادهم للذود عن الأرض والعرض. ومن هذا الباب جاءت تسمية بنت القليب لأنه كان يكفي لهؤلاء الفرسان أن تزغرد إحدى النساء لتثير حماستهم. ومن هون إجا اسم بنت القليب. بنت القليب حقيقة عم يتناول عم يحكي عن دور المرأة السورية عموما في مختلف أنحاء سوريا في كل حركات التحرر الوطني. المرأة التي لم تكن يوما شاهدا على الحدث فقط بل كانت من صناع. وبقراءة هيك متأني للتاريخ سنجد الكثير من الأسماء التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر فعلا بمفاصل مهمة في حركات التحرر الوطني في سوريا. من هذا الباب رأينا أنه تسليط الضوء على النساء السوريات عموما وفي يوم عيد الأم وخاصة أننا الآن نخوض حرب شرسة وأمهات الشهداء في سوريا الآن يعني بحاجة لدعمهم لنقول لهم نحن معكم نحن ما نسيناكم لا تكون هن أوسمة على صدورنا. ارتأينا أن نقدم هذا الفيلم أو نشتغل على هذا الفيلم نحكي فيه عن النساء السوريات عموما.
ابتداء من ناصف العابد التي استشهد يوسف العظمي على يديها وكانت الفارس الملثم في معركة ميسلوم إلى زكريا هنان أخت الفائر إبراهيم هنان اللي لم تتركه في كل معارك الثورة إلى حبابة زوجة الفائر صالح العلي إلى نساء جبل العظم المعروفيات الماجدات يعني لا. حاولنا أن نلم بكثير نماذج من كل سوريا نعم استاذ قصص سبع سيدات وموقفهم البطولية يلي بتجسد قيم التضحية والشهامة والكرامة بأسلوب أكيد مختلف هو مزج بين الأسلوبين بين الوثائقي والدرامي خلينا نحكي عن هالأسلوب الفني يلي حضرتك استخدمته ضمن دقائق بتحكي عن قصص شهامة وبطولة لسيدات سوريات من حيث المبدأ هو يعني هو نوع موجود هو السيكودراما وهو إذا صح التعبير هو أدرمة الوثيقة التاريخية يعني الوثيقة التاريخية هي يعني جزء من الواقع وهي موجودة ولكن إدخال الدراما في تصوير الوثيقة التاريخية يكون له تأثير أكثر على المشاهد لأن الدراما من حيث المبدأ يعني صورة وإعادة تجديد الواقع التاريخي ضمن رؤى المخرج قد يعني قد تترك تأثيرا أكثر لأنها تعتمد على الصورة على الصورة أكثر من السرد الواقع يعني من هنا جاءت الفكرة إنه بعد ما عملنا الدوكيومنتري كاملا اخترنا مقطع مشهد يعني من كل حكاية اخترنا مشهد يعني له أو خلينا نقول مشهد ذروي في الواقع الدرامي وحولنا إلى مشهد درامي ليكون تأثيره على المشاهد أكثر بتصور يعني حقق هذا الشكل يعني حقق كثير يعني رح يبقى بذاكرة المتلقي لأنه رح يبقى صورة بذاكرة المتلقي أكثر وحقق الغاية منه يعني فهذا ما أتوقعه طبعا نعم طيب أستاذ وليد بالختام كلمة بتحب توجهها لجميع السيدات السوريات يمكن منذ بداية الأزمة لليوم أثبتت المرأة السورية أنه هي مرأة مناضلة مرأة مقاومة رغم كل الظروف شو بتحب تقول إلها بالختام يعني بعد اللي حضرتك حكيتي ما تركتي لي حكي فعلا هي أول شيء خلينا هيك عبر محطتكم الإخبارية السورية المتابعة دائما تقول لكل الأمهات السورية كل عام وانتم بخير بهاي الايام اللي هي عم تشهد عيد الام ولكل امهات الشهداء خلينا نقول لهم احنا معكم صبركم وحماسكم وهي رفعت راسنا كلياتنا السوريين ابنائكم اليوم وابناء سوريا اللي عم يواجهوا اعتى حمله بتواجهها بلد في العالم وهم صابرين وداعين لأولادهم عم بيروح أحدهم عم توقف وتقول للثاني امشي أنا بس حابب هيك أذكر بشغلي ما بتتخيلي حفل الافتتاح عندما خرجت إحدى الأمهات وهي أم لثلاثة شهداء وقدمت التحية لكل الجمهور وصرخت بأعلى صوتها أنا هذا اللي بتكتفي فيه يعني أقوله صرخت بأعلى صوتها إنه رح لي ولد ورح لي اثنين رح لي ثلاث أولاد إذا كل أم بتفرح إنها بطل أنا أم ثلاث أبطال إذا بيروح أولادنا منجيب غيرهم لكن وطننا هو كرامتنا إذا بيروح وطننا بتروح كرامتنا وما فينا نعيش بلا كرامتنا ما بتتخيلي يعني حديث هذه المرأة شو عمل بالجمهور كلهم لأولادهم كلهم نحن شاعرين مدانين بالفضل لكم ولصبركم ولتضحيات أبنائكم والله يحمي سوريا ويظل علم هالبلد مرفوع بإذن الله رح يظل مرفوع ورح ننتصر بإذن الله أكيد بناء هاي الشهداء الطاهرة يعني. نعم أكيد نحن نتشكرك على هالكلام الرائع وبدنا نقول لك ألف مبروك على الفيلم وإن شاء الله يا رب ناطرينك بأعمال قادمة بخص عائلات الشهداء وأمهات الشهداء وإن شاء الله ألف مبروك لحضرتك ولكل كادر الفيلم شكرا كتير لك كلكم ذوق وشكرا لمحطتكم وقناتكم المهتمة دائما شكرا لوجودكم معنا شكرا لكل شيء عم تعملوه انتم كمان بالاعلام يعني
حتما رديف اساسي لصمود هذا الجيش وصمود هذا البلد. كثير شكرا لكم استاذ وليد عاقل المخرج، مخرج فيلم بنت القليب، شكرا على هذا الاتصال وهذا الكلام الجميل. يمكن ومع هالكلمات